الانتخابات التي مضت أوقعت في الشارع العراقي عدم رغبة في المشاركة في الانتخابات. الشعب العراقي اليوم اكتشف التزوير في العراق بالتصوير وبالفيديوهات وبالأدلة الدامغة التي تكون دليلا قويا أو كانت دليلا قويا على المفوضية العليا في الانتخابات في بغداد وفي باقي المراكز الفرعية في المحافظات. اليوم الشارع العراقي يرفض نتائج الانتخابات ويقول نريد تدخل دولي أو تدخل منظمات دولية لإنقاذ هذا الشعب من حرمانه ومن التلاعب بمصير هذا الشعب المسكين الذي يطالب بحرية القرار ويطالب أيضا بالنزاهة ويطالب بالشفافية التي لم تعد موجودة في العراق. العراق اليوم يعاني من مشاكل اقتصادية وسياسية وأيضا مشاكل داخلية، فالعراق يحتاج إلى حكومة إنقاذ وطني. الآن سنسأل المواطنين حول آرائهم في الانتخابات والتزوير الذي حدث، ومن ثم الطلب أو المطالبة بحكومة إنقاذ وطني. شو تقول أنت في الانتخابات اللي صارت؟ والله الانتخابات هي مبدئيا ها اكو ناس يعني اطراف يعني جهات يعني من غير الحكومة، اطراف خارجية تريد يعني زعزعة هذا البلد وعدم استقرار هذا البلد، سواء عن طريق الانتخابات او عن طريق هاي خلق المشاكل وحتى جلب الدواعش، يعني شغله مصطنعه. فهذه كلها 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 توضب الى 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 يعني الى الى انتخابات يعني خلينا نقول غير صحيحه وغير عادله ومقصوده من جميع اطراف سياسيين. احنا ايش محتاجين؟ ما محتاجين حكومه انقاذ وطني؟ نحتاج حكومه انقاذ وطني. وحتى هذا احنا البرلمان اعداد هائله من البرلمانيين مئات يستلمون مليارات الدولارات، مكان ما يشكل برلمان حكومة انقاذ وطني تشكل، ها خلي ثلاث رئاسات يمسكونها، هذه فلوس البرلمان توزع على المواطنين. هذه الفلوس اللي ياخذونها البرلمانيين، لو كل مواطن على طريق البطاقة التموين يصرفوا له بالشهر 100,000 او 150، ها هاي كل الامور ما كان تصير. احد الاسباب الرئيسية هو المواطن يمر بحالة يعني حالة مادية قاسية جدا، وبالاخص الشعب الموصلي. يعني هسه انا قاعد بوادي حجر، عندنا منتسبين اخذوهم الدواعش مصيرهم ما حد يعرفه، عوائلهم بلا رواتب، يعني لا حد عوضهم ولا حد سال عليهم ولا حد جاء عليهم، اضافه للمنتسبين المفصولين. والله يابا ماكو انتخابات، كل امانه الله انتخبنا ورحنا، وانا انتخاباتي بذاك الجانب. هم قالوا دوله قالوا يابا اكو تزوير، بعدين نفسهم الدوله قالوا لا ما الطابقه انتخابات نظيفه. والله يابا ما نظيفه، وينك وين نظيفه؟ عشان انتخبناهم ولا واحد ما فاز لحد الان، بس ولا واحد منهم. زين احنا بهاي الحاله غير محتاجين لحكومه انقاذ وطني؟ طبعا اكيد، ما هي مليون بالمية، لان حتى هاي بتش الفساد هاي بتش ينتهي. والله تعبنا والله العظيم. ايش محتاجين احنا بالضبط؟ والله يا اخي محتاجين بس حكومه تمشي امورنا، يعني هسه ترى ماكو حكومه بس سلطه. اكو فرق بين السلطه وبين الحكومه. السلطة انهم مسيطرين على المدينة، بس كحكومة تنفيذية ماكو. شنو هو شنو اللي عندنا مشى لحد الآن؟ هاي اكو ناس عمره 100 سنة لحد الآن بلا تقاعد، ليش؟ المفروض اكو بند بالدستور للعلم من يعبر ال 50 سنة أي شخص عراقي يستلم راتب تقاعد. المفروض الانتخابات كلها تزوير، وكلها تزوير في تزوير بالنسبة للموصل وكركوك وكافة المحافظات. أكثر وأنا بالنسبة لي ما انتخبت وما شارك، تعرف ليش؟ لان ماكو واحد عادل يخاف الله يمشي على الحق وعلى القانون. كل كلاوات، وانا اطلبه من الحكومه او حكومه انقاذ وطني تخلص هذا الشعب، وبالذات الموصل. الموصل مظلومه، الموصل مظلومه، الموصل مظلومه، ما بقى كل شيء ترى بالموصل، بس الهواء. بنى تحتيه راحت، بنوك راحت، العالم قتلوها، الى متى تبقى الموصل هيك؟ ايش سويت؟ شنو هو الذنب اللي سويته الموصل؟ كل شيء ترى ما سويته، بس بقى الهواء، كل شيء مضى بالموصل. العالم تعبان، العالم جوا الانقاذ 50,000 اذا ما ازيد. مقدم ربيع بنفسه قال لي فوق ال 40,000 جثه جوا الانقاذ، خلي يجون يشيلوها. زين اهالي رعت شالت، انا بالنسبه لي صار لي سنه او شهر عندي معامله مال امي وابويا شهداء جوا الانقاذ، اطلب حقهم لحد لما مكمل الله يقبلها محمد. وين القانون؟ وين التعويض؟ كل شيء ما ظل بالموصل، الموصل انتهت، انقذوها يا ناس، انقذوا الموصل. احنا محتاجين حكومه انقاذ وطني، تجي حكومه شريفه مهنيه. يعني اليوم انا اذا ضابط اتحمل منة الشرف الرتبه مالي، اذا محاميه اتحمل منة المحاماه مالتي، ولا على شو بنتخرج ادينا قسم؟ القسم ليش ادينا حلفنا قسمنا يمين بالله؟ الموصل تعبانه، انقذوا اهل الموصل يا ناس يا عالم،
يا حقوق الانسان، ولو بالعراق مع الاسف يعني ما ظل، واني بالنسبه لي شبر ما عندي بهذا البلد، بس احب تراب هذا البلد، لان انا انسان شريف احب بلدي واحب الوجوه الطيبه. ومع كل الاسف على الحكومه اذا ما انتخبت حكومه انقاذ وطني، لان اكثرهم حراميه يخلون بجيوبهم ويطلعون على الخارج.